أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء توجيهاته للعمل بجهد مضاعف لإيجاد حلول مستدامة تتسع للمتطلبات المتوقعة وزيادة المستقبلية لحركة النقل والسفر عبر جسر الملك فهد، الذي وصفه سموه بالرمز الذي يجسد عمق ومتانة ما يربط مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وملحمة إصرار للقاء والتقارب. سمو ولي العهد أشار إلى أن العمل على وضع الحلول المناسبة يأتي أيضا في سياق خدمة تطلعات تحقيق الوحدة الخليجية والتكامل في كافة النواحي بتغطية كل متطلبات هذا الهدف. وأكد سموه على أن أهمية الجهود المستمرة في تسهيل انسيابية الحركة المرورية على جسر الملك فهد ووضع الحلول الدائمة لمشكلة الازدحام وطول فترة انتظار الشاحنات بما يضمن المصالح التجارية وانسياب حركة الاستيراد والتصدير عبر هذا المنفذ الأهم لحركة السفر والتجارة، باعتباره كذلك شريانا اقتصاديا حيويا لمملكة البحرين أسهم في توثيق الصلات الاقتصادية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بشكل خاص وزيادة الحركة السياحية والتجارية وانتعاشها. وأبدى سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى زيارته الميدانية للجانب البحريني من جسر الملك فهد، يرافقه الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية، أبدى اهتمامه بتذليل كافة المشاكل التي تواجه المسافرين والشاحنات على الجسر والعمل على احتوائها وعدم تفاقمها. وأشار سموه إلى أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء قد أولى أهمية خاصة لمشكلة تكدس الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك فهد وما يترتب عليه تأخرها من انعكاسات تجارية واقتصادية ومرورية، والعمل من أجل دراسة كافة الحلول لهذه المشكلة من مختلف نواحيها استجابة لما أبداه القطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة البحرين وقطاع رجال الأعمال البحريني السعودي من ملاحظات حول ما تشكله بطء الإجراءات الحالية من ضرر على أداء هذا القطاع الحيوي وإسهاماته الكبرى في تعزيز المكانة الاقتصادية في كلا البلدين الشقيقين. وخلال جولته التقى سموه حفظه الله بمعالي سعادة وزير الأشغال وتفقد سموه الأرض المخصصة لأعمال التوسعة والتطوير لخدمات الجسر، حيث استمع سموه لشرح من الوزير للخطة الموضوعة والجدول الزمني لإنجازها، واستمع سموه إلى شرح من سعادة رئيس الجمارك حول الحركة على جسر الملك فهد والإجراءات الجمركية المقدمة. كما قدم سعادة مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عرضا حول التوسعة الجديدة لجسر الملك فهد التي ستلبي كافة الاحتياجات المستقبلية وما سيصحبها من مشاريع استثمارية، إذ سيتم تخصيص مساحة تقدر ب 600 ألف متر ستسهم في انسيابية حركة الشحن البري والمسافرين تستوعب حركة 400 ألف سيارة كل يوم. ووجه سموه إلى التعاون مع القطاع الخاص والتجار والعمل على تطوير نظم الإجراءات المتبعة حاليا وتسهيلها لمؤسسات وشركات النقل الوطنية. وأكد سموه على ضرورة مواكبة هذه الحلول واتساقها مع ما تسعى له البحرين من تحقيق النمو المتزايد للاقتصاد البحريني واستقطاب المزيد من الاستثمارات، باعتبار الجسر إحدى المقومات الجاذبة للاستثمار في البلاد والعمل على ضمان المصالح الاقتصادية والتجارية المرتبطة بشتى القطاعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبهم عبر الوزراء والمسؤولون عن التقدير لما يبديه سموه من اهتمام متواصل عبر هذه الزيارات الميدانية في تعزيز ودعم العمل الحكومي الساعي إلى تحقيق أعلى معدلات الرضا في مختلف القطاعات، مؤكدين على أهمية ما تفضل به سموه حفظه الله من توجيهات قيمة عكست الحرص على الحفاظ على مكانة جسر الملك فهد وما حققه من سمعة طيبة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.